الذبيحة السرية اللي تحولت لذبيحة الكلاب اللي احنا تفاجئنا بها وتصدمنا بها كاملين. بغيت نبين للناس ونقول الرأي العام بأن هذا الشيء راه كذوب، وأن الدراري هادو راه مشاو ظلما وعدوانا، راه ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم. الأمر اللي فيه هو أنهم كانوا جايبين جوج بقرات، السيد اللي مع راجلي يجيب جوج بقرات كان غيحطهم عنده في الكوري بما صبح الصباح وغيديهم. هذا الشيء اللي كاين كيتفاجئوا بالدرك الملكي واقفين عليهم كيقولوا لهم هذا. المهم بلا ما نذكر بزاف ديال الحوايج، مشاو داوهم لابريكاد، وقعوا مشاجرات معاهم المهم تتفاجئوا في المحضر انهم قالوا اقوال. منين جاوا يشوفوا قرينا احنا المحضر وجينا نشوفوا لقينا خرج، تفاجئنا احنا بالكلاب. منين جابوا هاد الكلاب بغينا نعرفوا هاد الكلاب فين هما، فين لقاوهم، بغينا نشوفوهم بعينينا، يورونا الدلائل، يورونا داكشي اللي لقاو، وبغينا حنا نشوفوا داكشي بعينينا. راه ما كاين حتى شي حاجه، راه حنا في عين المكان دابا، راه حتى شي حاجه ما كاينه. بغيت نوري الناس انهم يتيقونا، وان اقسم بالله ان هادشي كله كذوب، وهاد الدراري راه مشاو عدوانا وظلما، ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي وقع كان هو ما في راسه والو، حتى اتصل به صاحب جوج بقراتين على اساس باش يخليهم عنده في المحل ديالو الكوري. كيتفاجئوا بلي جوندارم خارج الكوري، بداو كيتكلموا معاهم على اساس البقرتين منين جاو، لقاو البقرتين سليمتين، ما كاين لا سرقه لا والو. شويه كيتهموهم بالذبيحه السريه، والذبيحه السريه هي ما كاين حتى شي دليل عليها، انا البقره نازله ولا مذبوحه ولا معلقه ولا شي حاجه، حتى شي حاجه ما كاينه. بداو الدرك الملكي كيتبزوا في الاشخاص اللي كانوا حاصلين. انا زرت الضحايا في السجن، انا كنلقى المعنويه ديالتهم متضرره كثيره بزاف، وانا من الاشخاص اللي حضرت حتى في المركز ديال الدرك الملكي. صراحه انا داكشي كنقولو كان مسؤول عليه وشاهد عليه، انا شفت بعينيا، شفت شي حوايج ما عجبونيش، ابتزازات كثيره، ضغطوا عليهم بالابتزازات، كل واحد كيحاول كيذكر المبلغ اللي بغى، واللي مسؤول على هاد الاشخاص الدرك الملكي انا عارفه وشوف وجهه، كثر عليهم ابتزازات. ملي ما وصلش للمبلغ اللي كان باغيه، دار داكشي اللي بغى، لان حتى المتهمين تفاجئوا بالاقوال ديالهم. هذا هو الكلب اللي خلق ضجه، اللي قالوا انه كلاب، هو راه عجرو صغير بحكم مول الكوري، ما بقاش كيجي لهاد البلاصه مده 7 شهور ولا 8 شهور، بالبرد وبالجوع جا لهاد البلاصه ومات. هو باقي بالراس ديالو اللي قالك بدون راس وبدون جلد، باقي بالجلد ديالو بالراس ديالو، اللي هو عجرو، الامر في عجرو صغير اللي داروه بذبيحه كلاب. التصويره ديال الكلب هذاك صاحب الكوري ما جاش لي واحد المده ديال 8 شهور، هو كانوا عنده جوج كلاب، واحد كبير وواحد صغير. الكلب الكبير كان القيمه ديالته زوينه، كان زوين، كان مشى لعند هرب، مشى لعند الجيران بالتفرط والجوع، مشى لعند الجيران، راه باقي عند الجيران. وهذاك كان كلب صغير ما قادرش يهرب، ما قادرش يدير، حصل بقى حاصل تماك، مات بالتفرط لحد المده ديال 8 شهور. والصور كتاكد كل شيء، الصحافه كتلتقط صور قديمه وكتكتب عليها ملفقه، الصور ملفقه كتكتب عليها من التحت، ما عندها حتى شي علاقه بهذا الكوري. هذا الكوري انا كنهضر، وهذه المنطقه ما لي جوندارم ولا الصحفيين ما لقاو حتى شي دليل اثر ديال ذبيحه كلاب. حنا دابا حنا حتى المحامي ديال المتهمين كيقول لهم انا بغيت شي دليل ديال ذبيحه كلاب. لي جوندارم كيقول لك راه كاينه ماكينه كطحن، حنا كنقول لهم راه الضو ما كاينش اللي غطحن بهذه الماكينه هذه، راه ما كاينش الضو، هذه البلاصه راه ما دخلهاش الضو. ما بتاتا الدوره ما كاينش، هما قالوا في المحضر عثرنا على ماكينه كيديروا بها الكلاب، والماكينه راه ما كايناش. حنا بغينا ادله، قدموا للمحكمه الادله. هادو الناس ساعدوا على هاد التمثيليه، دوزام كتصرح الناس اقوال كاذبه، وكتجي كتقول لهم هذا فك كلب، هذاك راه فك بقره.
ما يمكنش. دوزام قالت مغالطات كثيره ومنهم واحد قال لك لقاو اربعه بقرات وما جوج بقرات وما قال اربعه بقرات. حنا دوزام ما دلت حتى بشي حاجه اللي هي مفيده. دوزام حتى الناس اللي كانوا كيديروا فيها ثقه، الناس المقربين لهاد المحلات كلهم ديال سبعه الاشخاص كلهم فقدوا فيها الثقه بهاد الريبورتاج اللي داروا. حنا مدمرين لحنا لعائلتنا لكلشي لاولادنا نفسيا، ما نعس ما كنعسوش، ما كلشي ضعنا. حتى الحياه ديالتنا تقلبت، كنا عاديين عايشين حياه عاديه، اذا بينا غيخرجوا لينا بان الزوج ديالي كيذبح الكلاب حرام. انا ما رضاهاش على ولادي انني ندير الكلاب نوكلهم الكلاب ولا الجيفه كيف تيقولوا، ولا نرضاهم على الناس. راه حرام، راه حرام هادشي، وعيب وحشومه، وحسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.